السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراحيب، ونرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. حياك الله يا ولي. الله يحييك ويبقيك يا عبد الرحمن، كما أحييكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع مهمة وضيوف متميزين إلى جانب سلسلة من التقارير والمتنوعة، وأبرز ما في حلقة الليلة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء باكستان. وفي خبرنا الثاني، الجمعية القطرية للسكري تطلق خطة للعناية بالطلاب المصابين بالسكري. نعم يا فهد، هذه عناوين حلقتنا الليلة. البداية مشاهدينا الكرام، عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية جلسة مباحثات رسمية بمكتب سموه في الديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية الجلسة رحب سمو الأمير المفدى بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق متمنيا لهم طيب الإقامة، وأكد سموه على أهمية العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين وتطلعهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال رفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات عبر جهاز قطر للاستثمار. وفي هذا الصدد أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية. من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء باكستان عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، حيث عبر عن حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة وتطويرها إلى آفاق أرحب ومجالات متعددة. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب. حضر الجلسة المباحثات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. كما حضر من الجانب الباكستاني سعادة الجنرال قمر جويد باجوا رئيس أركان الجيش، وسعادة السيد مفتاح إسماعيل وزير المالية، وسعادة السيد سردار أياز صادق وزير الشؤون الاقتصادية، وسعادة الدكتور مصدق مسعود مالك وزير الدولة لشؤون البترول، وسعادة السيد خواجة سعد رفيق وزير السكك الحديدية، وسعادة السيد سيد نافيد قمر وزير التجارة، وسعادة السيدة هينا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي. نعم، وقد قام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق. وكان دولة رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية. ننتقل الآن معكم مشاهدينا إلى الشأن الإنمائي، إذ تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال جهودها في تطوير وتحسين ملامح مدينة الدوحة من خلال تطوير بعض الطرق وتوسعتها وتطوير العديد من التقاطعات
ومن شأن المشاريع الجديدة أن تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة على شبكة الطرق خلال استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 لاستقبال ضيوفها من مختلف أنحاء العالم. وللحديث أكثر عن مشروع تطوير مركز مدينة الدوحة والكورنيش تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة ليلى جاسم، مدير تصميم مشروع طريق الكورنيش والدوحة المركزية في هيئة الأشغال العامة أشغال. بداية مهندسة ليلى، الله يمسيش بالخير، وتعطينا بداية عن ملامح مختلفة وقمنا نشوفها يعني لمنطقة مركز الدوحة، تعطينا نبذة عن هذا المشروع ومتى إن شاء الله راح يكون تطويره أو نهاية هذا التطوير. يا هلا فيكم، مسيكم بالخير، حاب أشكركم على هذا الاستضافة. بالنسبة لمشروع وسط الدوحة أو مركز الدوحة، مثل ما نشوف التغيير اللي صار في المنطقة، المنطقة طبعا كانت محتاجة للتطوير كونها مركز المدينة أو الداون تاون، ومثل أي داون تاون في العالم فهو يحتوي على العديد من نقاط الجذب والأماكن السياحية، مثل ما نشوف متحف الوطني، الأسواق القديمة، وبعض المباني التاريخية وغيرها. فقامت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة طبعا بالتعاون مع عدة جهات بتطوير المنطقة المركزية اللي هي ممتدة من كورنيش الدوحة وحتى الدائري الأول. تم هذا التطوير في عدة مجالات وبناء على استراتيجيات وأسس تطوير شملت العديد من أعمال التحسين. نعم المهندسة ليلى، نبي نتكلم أيضا عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع طريق الكورنيش والدوحة المركزية للتلائم مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولتنا الحبيبة قطر. أول شيء إحنا كان مهم عندنا مفهوم الربط، مثل ما ذكرنا أعمال التطوير عندنا كانت تتضمن تطوير 7 مناطق بين الكورنيش والدائري الأول، فاهتمينا بربط المنطقة بالمناطق الخارجية وأكيد ربطها داخليا حتى نأكد انسيابية الحركة وسهولة الوصول للمنطقة. فقمنا بتطوير عدد من الشوارع الرئيسية مثل شارع حمد الكبير، شارع المتحف، وشارع جبر بن محمد، وحتى الشوارع الفرعية. فتم توسعة المسارات وتطوير التقاطعات حتى نخلي حركة السيارات انسيابية أكثر. كان أيضا من أهداف اللجنة أن إحنا نشجع الناس على نمط حياة صحي، ولذلك قمنا بإنشاء شبكة مترابطة من مسارات المشاة والدراجات الهوائية أو السياكل، وتشجير هاي المسارات وتضليلها حتى نمثل الناس من ممارسة الرياضة، وتزويدها أيضا بمسطحات خضراء حتى نخلي الأجواء ممتعة أكثر. نعم مهندس ليلى، يعني في كذا نقطة ذكرتيها بس يعني على عجالة، بس ممكن يعني الزائر أو المقيم أو حتى المواطن يشوف إيش الفرق ما بين يعني ما قبل المشروع ما بعد المشروع، يعني أبرز الإنجازات أو المسارات اللي تم تطويرها خلال تطوير هذا المشروع بشكل كامل، خاصة أنه يخدم يعني منطقة كبيرة مثل ما ذكرتي أنه يعتبر داون تاون أو مركز المدينة سواء في الكورنيش أو حتى المناطق المجاورة لها. كلمينا شوي عن أبرز الأشياء أو الإنجازات اللي سويتوها خلال هذه الفترة داخل هذه المسارات. طبعا شملت الأعمال تطوير واستحداث كامل للمرافق والبنية التحتية من شبكات صرف صحي، تصريف المياه الأمطار، وأيضا تطوير شبكات الكهرباء والماء. تم أيضا توفير مواقف للحافلات، تم استبدال الطبقة الأسفلتية لحرم الطريق مثل ما نشوف بطبقة من الحجر الجرانيت، وهاي شيء سويناه لتحسين السلامة المرورية وتوفير أيضا بيئة جمالية لوسط المدينة. كان أيضا من أساسيات تطوير عندنا أن احنا نخلق مناطق جذب جديدة، فتم إنشاء بعض الساحات أو الحدائق اللي نشوف فيها المسطحات الخضراء والجلسات المختلفة، وبعضها يحتوي أيضا على مسطحات مائية. من المهم أيضا أن احنا نذكر بعض من هاي الحدائق يحتوي على أعمال فنية من تصميم وتنفيذ فنانين إكتوريين. جميل. طبعا ايضا قمنا بترميم ما قاطعك اخوي قمنا بترميم بعض المباني التاريخيه في المنطقه مثل دار الكتب ومنطقه الاسمخ، وسوينا بعد تحسين لواجهات المباني اللي نشوفها في السوق، وكان الاساس عندنا ان احنا نحافظ على الهويه المعماريه.
ممتاز. على جوابك أنا راح أقول هذا السؤال بحكم أنكم رممتوا المباني القديمة وهذا ما عهدناه على دولتنا الحبيبة قطر أنها دائما تحافظ على الهوية سواء كانت في مباني أو غير مباني. نبي نتكلم عن أيضا الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم في التعامل مع منطقة قديمة ومأهولة بالسكان كمركز الدوحة، وأيضا نبي نتكلم عن التحديات اللي واجهتكم في هذا المشروع. احنا نتكلم على منطقة مكتظة بالسكان، منطقة يعني أيضا المباني كثيرة حولها ومباني تاريخية قديمة، شلون حافظتوا عليها؟ التحديات اللي واجهتكم؟ أول شيء حافظنا عليها بأن احنا عززنا الهوية القطرية، حافظنا على المكان وطورنا وأكدنا على الأهمية التاريخية لهذه المباني، فصار المكان مثل ما نقول نشط، ضاف للمنطقة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. من أهم التحديات اللي واجهتنا نقدر نقول قدم وغياب سجلات البنية التحتية القائمة. طبعا نظرا لقدم المنطقة واللي ترجع لستينيات القرن الماضي ما كان في سجلات أو مخططات واضحة للخدمات. ثاني تحدي عندنا كان ارتفاع مستوى المياه الجوفية، فاستلزم ذلك تشغيل عدد كبير من مضخات السحب بشكل متواصل، بالإضافة إلى سوء طبيعة التربة في المنطقة خاصة مع إمكانية التسبب بانهيارات وقت الشغل. ومثل ما نعرف أن المشروع موجود في منطقة قديمة ومزدحمة مثل ما قلت مأهولة بالسكان، كان المهم تأمين سلامة مرتدي المنطقة وأن إحنا نراعي توفير مداخل ومخارج وطرق بديلة أثناء تنفيذ الأعمال. مهندس ليلى، يعني ودي أطرق على نفس الموضوع وموضوع شارع كورنيش بشكل خاص. يعني بعد التطوير يعني شفنا عمدة الإنارة الجذابة اللي طبعا تكون تصميم بسعف النخل، يعني ممكن واحد يسأل إيش سر هذا التصميم؟ أي نعم، نقدر نقول العمدة طبعا سوى تغيير كبير على شارع الكورنيش. فمثلا تصميم الإضاءات جاء من توظيف الإسقفة كعنصر أساسي للإضاءات. تم أيضا تصميم إضاءات أخرى في منطقة الدوحة مثل ما نشوفها، وأيضا هي مستوحى من الهوية القطرية. ممتاز، الله يعطيكم الصحة والعافية. حلو نحن نشوف أيضا عيالنا وبناتنا المهندسين أنهم أيضا يحافظون على الهوية مع التطور والتقدم في البنيان. نبي نتكلم أيضا عن أكثر أو نتكلم عن الأعمال المتبقية التي تم إنجازها ضمن أعمال التطوير، يعني باقي هناك بعض الأشغال، نبي أيضا نوضح للمشاهدين إيش المتبقي، كم الفترة الزمنية إن شاء الله لين الانتهاء. طبعا تم إنجاز أكثر من 95% من الأعمال إن شاء الله، وجاري الانتهاء من باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة، وأكيد راح يتم الافتتاح قبل كأس العالم إن شاء الله بإذن الله. احنا نشكر أيضا المهندسة ليلى جاسم مدير تصميم مشروع طريق الكورنيش والدوحة المركزية، شكرا لك ولجميع الموظفين وكادر هيئة الأشغال العامة أشغال على هذا الجهد الجبار لإبراز مدينة الدوحة أيضا وجميع المناطق في مختلف دولتنا الحبيبة قطر. شكرا مهندسة ليلى، يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة. شكرا. الله يعافيك، حق واجب. عبد الرحمن، حلو نشوف إبراز الهوية بالفعل في المظاهر العامة، وإن شاء الله نحن مقبلين على كأس العالم، الجمهور من أنحاء العالم راح يشوفون أيضا الهوية في المباني وأيضا مثل ما قلت الإنارات وكل ما يشوفونه في دولتنا الحبيبة قطر. وإحنا أيضا نشوفكم، ولكن بعد هذا الفاصل نطلع فاصل ونرجع بعده نكمل ترحيب. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. بالتزامن مع عودة أبنائنا الطلبة إلى المدارس هذا الأسبوع، دعت الجمعية القطرية للسكري عضو مؤسسة قطر إلى التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية من أجل توفير العناية الكاملة والسلامة الفورية للطالب المصاب بالسكري. نعم عبد الرحمن، نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. وتأتي هذه الدعوة في إطار السعي إلى ضمان استعداد الطالب وقدرته على التعلم والمشاركة الكاملة في عملية التحصيل الدراسي، و
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب معنا في الاستديو بالدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطرية. مرحبا ومسهلا بك معنا يا دكتور. حياك الله أخوي فادي، حياكم الله وشكرا على الاستضافة. حقيقة يعني الموضوع كان مهم جدا فعلا، وكان في وقتها على أساس أنه نناقش موضوع أطفالنا المصابين بالسكري في المدارس إن شاء الله. دكتور عبد الله، يعني بالتزامن يعني مع عودة أبنائنا الطلبة خاصة خلال الأسبوع، إيش الخطة اللي موجودة عند الجمعية القطرية للسكري؟ خلينا يعني مقدمة عن هذا. عندنا هذا البرنامج إحنا يعني أطلقناه قبل حوالي يمكن أكثر من 10 سنوات. المشكلة إنه الأطفال المصابين بالسكري في المدارس بعضهم يعني بدون قصد لا يراعي حقوقهم كطفل مصاب بالسكري. كيف يا دكتور؟ مثلاً الطفل المصاب بالسكري يحتاج إنه يفحص السكري، يحتاج إنه في حالة إنه مثلاً يجوع ولا شيء يأخذ وجبة معينة. إذا كان يفحص السكري يأخذ الجرعة مالت الأنسولين مثلاً. فهذه بعض الأحيان في كثير من الأحيان يحتاج إنه يروح مثلاً الله يكرمه يروح الحمام. صحيح. فالمدرس يقول لك لا أنت بتروح تلعب، لا اقعد. وقد حدث مشاكل بعد ذهاب الحمام هذا. فنحن اقترحنا على أساس إنه نسوي برنامج. هذا البرنامج نوعي فيه الطاقم المدرسي، نوعي فيه أيضا الممرض أو الممرضة المتواجدة داخل المدرسة، إضافة إلى الناس المعنيين، يعني اللي مثلا سايق الباص لو حدث إنه الطفل صار عنده إغماء في الباص أو غير من هالأمور. وفعلا بدأنا في اللقاء طبعا مع الإخوان، سواء كان في دار الصحة المدرسية مع وزارة التربية والتعليم العالي، اجتمعنا وسوينا استبيان عشان نعرف مدى معرفة حتى الممرضين أو الممرضات المدرسة بمرض السكري. فعلا الحمد لله يعني سوينا دورات لهم كل شيء، وحتى حتى المدارس اللي فيها الطفل يستخدم مضخة الأنسولين. في كثير من الممرضات والممرضين ما عندهم ذاك الخلفية عن كيفية استخدام مضخة الأنسولين، فسوينا دورات خاصة للممرضين أو الممرضات في كيفية أو فهم هذه المضخة وكيفية مثلا تعديل الجرعات، طبعا بالتنسيق مع الطبيب المعالج. يعني نايم صحيح. فمهم جدا أن تكون في تنسيق مع الطبيب المعالج. طبيب المعالج مثلا في المستشفى أو العيادة الخاصة، نعم. أو أن طبيب المعالج اللي مثلا موجود في المدرسة مثلا أو غيره. أي عادة يكون ممرض أو ممرضة، لكن طبعا يكون الخطة العلاجية صراحة لازم يكون بالتنسيق أيضا مع الطبيب المعالج للطفل المعني، يعني بإشراف مباشر منه. يعني اي نعم، يعني مثلا لو بيتغير جرعه ولا شيء تتصل فيه انه كذا كذا فيعطيها التعليمات. طبعا احنا عدنا بالتعاون مع اطباء في سدره خطه العلاج عباره عن بوستر تحطها في هذا وتشوف الاعراض ايش تعطي من العلاج كذا وهذا، بحيث انه يعني دائما كمرجع لي الممرض او الممرض. طبعا دكتور عبد الله، انت تكلمت الان عن الممرض او الممرضه في المدرسه، اللهم لك الحمد، الان صار الوعي عند الكثير. احنا نعول على المدرسين والمدرسات، الكادر الاداري ايضا. نعم بالضبط. نبي نتكلم ايضا عن دور المدرسه بشكل عام. هم دارين بالطلاب، هم المصابين وعارفين في اي اصفف، ولكن ايضا انتوا فقط وجهتوا الرساله للممرضين والممرضات ام بالاضافه لكل الطلاب؟ ولذلك عددنا هذا الدليل الارشادي. هذه بيبين فيه يعني واجبات كل الناس المعنيين، سواء كان اداره المدرسه، اولياء الامور، الممرض ممرض المدرسه، كلهم حاطين فيها الواجبات اللي عليه ايش يسويها وهذا. فوزعناها طبعا كان باللغه العربيه وبالاضافه الى اللغه الانجليزيه بالنسبه للمدارس الغير الناطقين باللغه العربيه. وفعلا حددنا فيها الواجبات، يعني انت حتى حددنا واجبات الجمعيه ايش دورها ايضا في موضوع خلق بيئه امنه للطفل المصاب بالسكري في المدارس. نعم دكتور، الكتيب هذا هل هو لكل جميع المدارس ضمن البرنامج او الخطه اللي وضعتوها؟ هذه وزعناها لكل المدارس طبعا بالتعاون مع اداره الصحه والسلامه في وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي. حقيقه كانوا مشكورين تعاون معنا وهذا، فوزعناه لكل الطلاب المدارس. استاذنك الدكتور بس الكتاب دام فضلك. نعم. الله يهينك. نعم. نشوفه مع المشاهدين، هذا هو الكتاب نشوفه الآن على الشاشة. نعم. دكتور يعني إيش تكلم عنه بالضبط؟ إرشادات أو تعليمات خاصة سواء في الكادر الإداري أو التدريس يعني في المدرسة أو حتى أولياء الأمور؟ ما هو دور أولياء الأمور؟ 1 2 3 4. ما هو دور الممرضة؟ 1 2 3 4. كلها واجبات
يعني تحدد بالضبط ايش دورك انت بالنسبه للطفل المصاب بالسكري. نعم دكتور، يعني نقطه مهمه ذكرتها يعني. نعم. طبعا دور كبير ايضا للمدرسه والطاقم التدريسي والطاقم الاداري بشكل عام، وحتى الطاقم التمريضي اللي داخل المدرسه. نعم. تكلم الحين على اولياء الامور، ما هي واجبات اولياء الامور خاصه أطفال؟ يعني ممكن الأطفال يعني صعب السيطرة عليه خاصة في المدارس، سواء ممكن ما يعرفنا مع هذا المرض مزمن راح يبدأ معه مثلا طول العمر، خاصة الآن بعد الصورة عبد الرحمن اللي بيشوفونها المشاهدين، يعني الطفل ما يعني ما يقاوم العصاير ولا الأشياء اللي فيها سكري. أنا بتكلم مسؤولية أولياء الأمور تجاه أبنائهم المصابين بالسكري. في بداية تشخيص الطفل المصاب بالسكري دائما نحن نستضيف أولياء الأمر، لأنه حتى تصير ربكة في الأسرة، بعضهم ما يعرفون كيف يتعاملون مع هذا، فنحن نجيبهم عندنا في الجمعية القطرية السكري ويتم تدريبهم في كيفيه انهم ندربهم على بعض الامور المهمه، مثلا كيف يفحص السكر، قضيه موضوع اعطاء الانسولين المحدد من قبل الطبيب المعالج وغيره هذا. حتى بعد ايضا نطلب من ولي الامر بزياره المدرسه ويلتقي مع مدير المدرسه مع هذا ويجهز الحقيبة الخاصة في الطفل المصاب بالسكري، سواء كان من الانسولين او سواء كان اذا كان عنده اجهزة لقياس السكر، برغم انه متوفر نحن وفرنا لكل المدارس جهاز لقياس السكر. اذا كان غير يعني ما عنده اي خبرة بالنسبة مثل ما ذكرت قضية بطاقة الانسولين، ايضا نحن ندربه على استخدام الانسولين. حتى انا اتذكر ذكرتني في حادثة كانت في مدرسة من المدارس الاجنبية رفضت انها ان ان انها يعني تلحق واحد من الاطفال المصابين بالسكري في المدرسه. والسبب؟ السبب انه 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 يستخدم بضاقه الانسولين وهم المرضى اللي عندهم ما تعرف اي شيء عن 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 الانسولين. فطبعا يعني حرمان الطفل من الدراسه وانه الانسان معوق كانه يعني معوق، فهذه الحقيقه هذه نظره خاطئه. قلنا لا، نحن مستعدين ندرب هذه الممرضه، فعلا جات عندنا الجمعيه ودربناها والان الطفل الحمد لله. هذا جهد صراحه يعني تشكرون عليه دكتور. نعم. يعني احنا ممكن عندنا يعني اسئله كثيره صراحه بالنسبه للتعامل مع مرض السكري. عبد الرحمن انا قبل لا اسلمها للكتاب انا لاحظت شيء يعني في الكتيب، ايضا الرياضه والتمارين. نعم. ايضا عندك الوجبات اللي هي محدده بالضبط. نعم. الوجبات الخفيفه لعلاج انخفاض السكر في الدم. نعم. يعني ثلاث حبات تمر، انواع العصائر. نعم. يعني كلها مذكوره من الى من الله يبيض وجهكم. نعم. الله يعطيك العافيه. جهد تشكرون عليه. يعني الحديث عن دكتور الله يعطيك العافيه ابو علي. نعم. يعني كيف ممكن يتعامل او تعامله سواء كادر التدريسي كادر. نعم. خاصه داخل المدرسه بالتعامل. نعم. مع مثلا مع ارتفاع السكر او انخفاضه بالنسبه للطالب. طبعا هو هناك محدده في الخطه العلاجيه، وقلت لك احنا وضعنا بوستر كبير موضح فيه اذا كان في حالات انه في حاله الاغماء السكري ايش دور الممرضه تسوي، مثلا اذا كان مثلا عنده اذا كان في اغماء كما طبعا لابد انه بالاتصال بالاسعاف يعني، لكن اثناء حضور الاسعاف تعطيه مثلا اذا كان في حاله الاغماء تعطيه في ابره خاصه لرفع نسبه السكر والجلايكوبون فتعطيه اياها حساس انه يرفع له السكر بطريقه سريعه. اذا كان الولد صاحي وحاسس انه الولد يعني مش مركز وفي غشاوه وتعرق وهذا، فبهذا الحاله تعطيه مثلا مثل ما تفضلت عصير مركز او تعطيه تمر او شيء يعني، بحيث انه وبعدين تقعد 15 دقيقه وتفحص، اذا بدا يرتفع لهذا ما تعطيه وجبه خفيفه يعني استجاب فيها انه يكون كربوهيدرات يعني فيها كربوهيدرات او نشويات بحيث انه ترفع من نسبه السكر، وتعيد مره ثانيه الفحص، اذا بدا يعود السكر الى 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 المعدل الطبيعي خلاص. الان تكلمنا الدكتور يمكن عن الطالب المصاب مثل ما ذكر اخوي عبد الرحمن يعني. نعم. شلون نتعامل معه. نعم. ولكن نتمنى اكيد السلامه للجميع. هناك في الاصابه اللي نقول عنها يعني من النوع الاول والاصابه من النوع الثاني. نعم. الاصابه من النوع الثاني يمكن هو الدرج عند عيالنا الله يحفظهم، ولكن الان لاحظنا في ايضا قاموا ينصابون بالنوع الاول. لا هو هو هو, هو الاول الدارج. نعم. الثاني الاقوى اسم اللي عليهم ان شاء الله. نعم. صحيح. نعم الاول هو هذا المتوقع انه ينصاب الطفل، لكن العاده انه النوع الثاني دائما يصيب الناس بعمر 40 فما فوق، وهو طبعا الاكثر شيوعا لانه تقريبا حوالي 90% في العالم ينصابون بالنوع الثاني. النوع الاول تقريبا 5 الى 10% ينصابون بالنوع الاول، واكثر شيء يصابون فيه الاطفال. ايش الاختلاف بينهم دكتور؟ النوع الاول بس اختصار، النوع الاول
انه يجي في وقت غده البنكرياس اللي تفرز الانسولين تتوقف تماما عن افراز الانسولين تماما وبالتالي في هذه الحاله لابد من اخذ حق الانسولين. اذا لم ياخذ الطفل هذا الهرمون الانسولين يتوفى. فبالتالي خلاص يعيش في حياته كلها انه لازم ياخذ هرمون الانسولين. النوع الثاني يكون عنده انسولين ففي عده حالات، اما يكون عنده مقاومه للانسولين عنده انسولين لكن في هناك مقاومه نتيجه مثلا للسمنه الزايده وبالتالي ما يمتص الجسم الانسولين. الشيء الثاني انه يكون كميه الانسولين قليله جدا وبالتالي يحتاج الى سواء كان انسولين او حتى حبوب اللي يعني حبوب ياخذ مثلا ياكل حبوب اللي تساعده منظم السكر. هو الناس يقولون منظم لكن هو مو منظم، هو حقيقه نعم يساعد في افراز الانسولين. نعم دكتور احنا راح نتكلم بالتفصيل عن النوعين هذه وابرز ابرز الاختلافات ما بينها، لكن ابغى معنا الدكتور عبد الله. نذهب وياكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعد لمتابعه الحوار. حياكم الله مشاهدي قناة الريان الفضائية ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل نواصل ما تبقى من حلقة الليلة برنامجكم ترحيب، ونعود أيضا إلى متابعة الحوار مع ضيفنا في الاستديو بالدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري عضو مؤسسة قطرية. مرحبا ومسهلا بك معنا مرة ثانية دكتور. دكتور كنا نسولف عن مرض السكري، نسأل الله العلي القدير أنه يشافي عيالنا وكل من هم المصابين، ولكن أيضا نبغي نعرج على نقطة جدا مهمة وخاصة أيضا رسالة حق الكادر سواء الإداري أو التعليمي في المدارس. نعم. أن هذا مهما كان طالب الله بلاه بمرض. نعم. نسأل الله أن الله يشفيه. نعم. ولكن هو نفسه نفس الطالب اللي في جنبه بالضبط. ما نحسس. نعم. أنه فيه مرض ويكون له معاملة غير. نعم. يعني بالتالي. نعم. زيادة عن اللزوم بحكم مثل ما قال عبد الرحمن يكون هذه تبقى معاه في نفسه إلى الكبر بعد. نعم. نعم. هو ترى العامل النفسي مهم جدا، وحتى الطالب في المدرسة من يحسسه أنه والله مصاب ودائما يعني يكون معزول اي انه منعزل ودائما يشفق عليه وكذا انه لا لا مصاب لا لا ابدا يا اخي. هذا بالعكس والله، تعرف انه عندنا عيالنا المصابين بالسكري من اشهر الطلاب ومن المجتهدين في المدارس، يعني حتى كانوا يطلعون من الاوائل. فبالتالي نحن حتى رياضيين صحيح ايوه، وفي رياضيين نعم مصابين بالسكري، وهذا فذلك يعني عاملوه كعمل طيب. اللهم انه ياخذ كتعويض للهرمون اللي ما عنده صح. وحتى في قضيه مثل الرياضه، حتى مثلا كانوا من اول يعني احنا سوينا دوره ورشه للمدربين الرياضه في مدارس، انه كان من اول ما كان يقول لك لا يا اخي انا خايف انه يصير عنده هبوط ما يلعب. لا يا اخي، الطفل اول شيء تخلي الممرضه او الممرض يقيس النسبه السكر، اذا لقوا السكر ضمن الحدود الطبيعيه يلعب، ما عنده مشكله وطبعا يحاول انه ما يرهقوه بالرياضه الشديده. صحيح. يعني العابه مع الاطفال وكذا وكذا، اذا لقوا انه لا منخفض يبدا يعطيه شيء حتى نعيد الى المعدل الطبيعي. نعم. اذا شاف انه مرتفع جدا لا يعني لا في حاله الارتفاع ولا في حاله الهبوط الطفل انه يقوم بممارسه الرياضه، لكن في حاله ما يكون ضمن الحدود المعدل الطبيعي اللي تقريبا حوالي يكون يعني من 130 الى 150 بالامكان انه يلعب. دكتور يعني ذكرنا نقاط مهمه سواء الواجبات. نعم. اللي على اولياء الامور وايضا على الكادر التدريسي. صحيح. لكن يبقى. نعم. السؤال، اهميه التنسيق بين اولياء الامور وبين المدرسه لتوفير الرعايه اللازمه لهذا الطالب. انا ذكرت لك اخوي عبد الرحمن انه في اول العام الدراسي اذا كان مثلا ولي الامر هذا ولدي مصاب بالسكري لابد انه يزور المدرسه ويعرف اداره المدرسه او حتى الممرض او الممرضه الموجودين في المدرسه انه ترى ولدي مصاب بالسكري، ويجيب الاشياء مثلا الانسولين اللي هو الخطه العلاجيه اللي عنده اللي موصي بها الطبيب، يعطيها لاداره المدرسه يعطيها للممرضه وتكون خاصه الموضوع عارفه انه والله هذا الطفل او هذه الطفله مصاب بالسكري، بتكون دائما تحاول ان قضيه الفحص المستمر ان تفحصه. ولا الحمد لله الان صارت الفحوصات الان صارت اسهل من اول، يعني الان تعرف نحن يعني نستخدم النوع اللي يحطونه على اليد اللي هو عن طريق بدون مغسل الابر وهذا. فحتى النوع الان نحن نستخدم نوع من مضخات الانسولين
اللي ما تحتاج انك انت تدخل فيه، وهذا هي اوتوماتيكيا تلقائيا تاخذ اي يعني هو يسمونها الدائره المغلقه، راسا تاخذ من الدم تفحص تشوف انه بحاجه الى انسولين تعطيه، ما بحاجه فاوتوماتيكيا كلها حلقه يعني مغلقه. وهذا من 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 احدث هذا، والله الحمد انه حقيقه الحمد لله الدوله عندها يعني تصرف مجانا، بالرغم ان احنا تقريبا يكلف حوالي اكثر من 50-60 الف ريال المضخه الواحده، المضخه الواحده ولكن والله الحمد انه الدوله بالنسبه للإكترين مجانا تعطى لهم بعد توصيه الطبيب المختص، حتى بالنسبه لغير الإكترين يعني الناس اللي يعني يعني الوافدين وهذا، اذا كان عن طريق في علاقه بينه وبين صندوق الزكاه عندنا اتفاق وياهم على اساس انه بعد يجينا تقرير مفصل من المستشفى يتم ارساله الى الاخوان في صندوق الزكاه، وحقيقه يدرسون حالته وكذا، اذا يحتاج يصرفوا له مجانا. الله يبيض وجهك يا دكتور على مجهودك، وايضا ما هي بغريبه على الدوله انها ترعى ايضا ابنائها وعيالها اللي هم ايضا هم واباهم يقومون بهذه البلد. دكتور يمكن تكلمنا ولو بشكل سريع قبل الفاصل، ولكن بعد الفاصل يمكن انضمام الان بعض المشاهدين معانا، بنتكلم مثل ما ذكر بين ولي الامر والمدرسه، احنا بنتكلم على المدرس نفسه داخل الفصل وتعامله مع هذا الطالب، بحيث نحن ما نعمم بعض السلوكيات عند بعض الطلاب على طالب معين. نعم هو طبعا ما في شك، انا يعني من خبره المدرس انا في وجهه نظري انه بيعرف الطالب اللي مشاغب شوي حركي حركي وهذا، لكن طبعا هو ايضا لازم يكون في دور بين الممرضه او الممرض مع 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 المدرس, نعم، بحيث انه يعني حتى لو يعني يبي يستفسر عن اي موضوع وهذا بالامكان يرجع الى الى الى, الى, الى الممرضه. الممرضه طبعا الممرضه يعني عندهم معلومات كافيه في الوقت الحالي عن السكر وكيف اداره السكر وكيف التعامل مع الطفل وكذا او الطالب او الطالبه، بحيث انه يعني ما حدث اي مشكله في هذا. يعني ما احنا اهم شيء انه الطفل ما يوصل الى مرحله من المراحل اللي تؤدي الى هبوط السكر او الارتفاع السكر، يعني يعني الطفل يعيش في بيئه سليمه آمنة، بحيث انه يكون متقدم في دراسته ويكون مجتهد في دراسته وهذا وينجح ان شاء الله في ان شاء الله. دكتور عبد الله، يمكن وصلنا نهايه هذه الفقره، كلمه اخيره تحب توجهها لكل الجمهور اللي يتابعنا عشان تكون هناك رعايه مثاليه للطالب المصاب او الطالبه المصابه بالسكري. انا حقيقه من خلال خبرتنا خلال 18 سنه في الجمعيه دائما اقول انه اولياء الامور لابد ان ينتبهوا على عيالهم فيما يتعلق بخصوص يشوف بعض الظواهر المتعلقه بالاصابه السكري، يعني انت تحاول تراقب ولدك مثلا لو قدر الله مثلا الولد صار يروح الحمام وايد، يشرب ماي وايد، فمثل هذه العوارض لابد انه يعني يعرف يروح راسا ياخذ ينتبه على 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 على, 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 على الطبيب المعالج حتى يعرف اذا كان ولده مصاب او غير مصاب، لانه بعضها يحدث فجاه انه الولد مصاب. الشيء الثاني انه نحن دائما يعني دائما نقول لهم تعالوا لا يعني ما تتردون تجوا على الجمعه قدر السكري او تتواصل مع الطبيب المعالج، انه اذا كان عندك اي استفسار عندك فيما يتعلق في العلاج او اخر الابحاث المتعلقه بالعلاج وغيرها من هالامور بالسكري وهذا، فنحن دائما نقول لهم يعني وبعدين يحرصوا على الاكل الصحي، يعني قضيه هذا نعم الاكل الاطعمه السريعه وهذا وغيرها فلا بد انه يعني يحرصون عليها. طبعا الدكتور عبد الله الحمقى المدير التنفيذي للجمعيه القطريه للسكري، عضو بمؤسسه قطر، بيض الله وجهك على حضورك، الله يكتب اجركم على هذا المجهود، ونشكرك على حضورك قناه الرياض. حياك الله اخوي فهد، بارك شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل الى الرياضه حيث خاض منتخبنا الوطني منافسات البطوله الاسيويه للشباب لكره السله والمقامه حاليا في العاصمه الايرانيه طهران، حيث تمكن من بلوغ الدور الربع النهائي لمواجهه المنتخب الصيني. وتمكن منتخبنا الوطني من التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد تتويجه بلقب البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب تحت سن 18 سنة والتي أقيمت في الإمارات مؤخرا. نعم عبد الرحمن، وللحديث أكثر عن مشاركة عنابية السلة والنتائج التي حققها ينضم إلينا من العاصمة طهران عبر الفيديو السيد طلال زيد الدوسري مدير منتخبنا الوطني للشباب في كرة السلة. طلال يا مرحبا ومسهلا بك معانا ومبروكين هذا الإنجاز، ونبيك أيضا تحدثنا وتكلمنا عن مشاركتكم في هذه المنافسات وعن مستوى البطولة. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة
تفضل طلال. شاركنا في البطوله الله يرحم والديك اللي هي بطوله تاسيا اللي هي في طهران، الحمد لله رب العالمين. لعبنا ثلاث مباريات، كانت مباراه قويه. البدايه كانت مع الصين تايبي، واللي بعدها كانت مع الفلبين، واخر مباراه كانت مع سوريا. الحمد لله رب دور الثمانيه. نعم نعم طلال، خلينا نتكلم عن شلون تشوف النتائج المنتخب الوطني الى الحين والخبرات اللي تم اكتسابها او اكتسبها اللاعبين. الله يجزاه خير. بالنسبه حق مشاركات المنتخب، الحمد لله رب العالمين، شاركنا في ثلاث بطولات. يعني اول شيء كانت بطوله اسيا في الدوحه، كانت في شهر 5 وشاركنا فيها، الحمد لله رب العالمين. يعني اكتسبنا خبره في البطوله هذه. عقب طبعا ما تاهلنا فيها يعني ولا لعبنا، تاهلنا فيها دور الثمانيه وطلعنا منها، لكن اللعيبه استفادوا من البطوله هذه. عقب طلعنا بطوله العربيه في مصر وشاركنا فيها، الحمد لله رب العالمين، اخذنا المركز الثالث بطوله عربيه. وبعدها لعبنا البطوله الخليجيه اللي كانت في الامارات، والحمد لله اخذنا المركز الاول، والحمد لله تاهلنا حق بطوله اسيا اللي في ايران، والحمد لله رب العالمين تاهلنا دور الثمانيه، ولعبنا مع منتخبات قويه، ولعبنا مع الصين، والحمد لله رب العالمين. يعني حاولنا نجاري الصين، بس المنتخب الصين طبعا منتخب قوي ومنتخب كبير، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب. الحمد لله. الله يبيض وجهكم طلال، وعز الله المنتخب ما قصر، واستضفناهم هنا يوم خذوا الكاس. ان شاء الله ايضا نطمح مثل ما وصلتوا لكاس اسيا توصلون ايضا لكاس العالم. نبي نتكلم عن المباراه اللي تشكل التحدي الاكبر، يمكن الان ذكرت يعني نوع من انواع المنتخب القوي او منتخبات قويه صراحه في كره السله لاسيا، ولكن ايش المنتخبات اللي تشكل لكم التحدي الاكبر؟ والله المنتخبات كلها اللي في اسيا منتخبات قويه. صحيح، كل منتخب افضل من المنتخب الثاني. يعني لعبنا مباراة قوية، يعني المباراة الأولى الصين تايبي كانت مباراة قوية، اللي بعدها مع الفلبين كانت مباراة أقوى، اللي بعدها مع سوريا. طبعا سوريا المباراة كانت هذه واصلة بيننا وبينهم، يفوز راح يعني يدخل في دور الثمانية. صحيح. الحمد لله رب العالمين قدرنا نفوز عليهم ونتأهل، لكن طبعا لعبنا مع فريق قوي وعريق عملاق، يعني عارف منتخب الصين. صحيح. ما شاء الله في دور إمكانيات عندهم، يعني بس حاولنا نجاريهم في البداية، لكن الحمد لله على كل حال إن شاء الله مقدر الله بعد إن شاء الله. في دور الثمانية من راح يتقابلون طلال؟ والله لعبنا مع منتخب الصين وطلعنا من دور الثمانية، بيض الله على المراكز من الخامس لين. بيض الله وجهكم، ما قصرتوا، أداء مميز وما قصرتوا. وعيالنا مثل ما احنا عارفين، اخوي عبد الرحمن عارف اكيد المشاهد، عيالنا صغار في السن، ينتظرهم المستقبل الكثير، حققوا انجازات طيبه سواء كان في كاس العرب ولا ايضا دوره الخليج المركز الاول، ما يمنع ايضا في المنافسات القادمه، خاصه اذا وصلنا الاسياد سنه 2030 باذن الله تعالى. ان شاء الله الله يعطيك العافيه. حافظين طبعا الاتحاد، اتمنى لكم التوفيق. الله يجزاه يعني. نعم نتمنى لك التوفيق. يعني كل الشكر للسيد طلال بن زيد الدوسري مدير منتخبنا الوطني للشباب، اللي حدثنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر زوم. طبعا أخوي عبد الرحمن ومشاهدينا، قبل أن نكمل حلقة الليلة نبي نوجه صراحة شكر لطلابنا أو اللاعبين اللي لعبوا وأدوا بقميص العنابي. إذا ما توفقوا في البطولة فهم جابوا لكم الكاس إلى عندكم كاس الخليج، أيضا حققوا المركز الثالث في البطولة العربية. الآن إن شاء الله استحقاقات قادمة ومنافسات قوية، بيض الله وجيهم ما قصروا. ننتقل الآن إلى الأخبار محلية سريعة. توكل على الله. الأخبار المحلية السريعة، خبرنا الأول، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق مشروع منظمة إدارة الأداء، والتي ستطبق في العام 2023 على جميع الجهات الحكومية، على أن يتم عقد ورش للتعريف بالمنظومة لمديري إدارات التخطيط والجودة في الجهات الحكومية. وننتقل معكم إلى خبرنا الثاني، حيث يواصل جناح دولة قطر بمعرض فلورياد إكسبو 2022 بمملكة هولندا استقطاب الجماهير، والذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار عش الصحراء. وقد بلغ عدد الزوار حوالي 135 ألف زائر منذ افتتاحه يوم 14 أبريل الماضي. ويتضمن الجناح العديد من الأنشطة والفعاليات لتعريف الجمهور بأهم العادات والتقاليد القطرية. ننتقل معكم إلى خبرنا الثالث، حيث أعلنت قطر الخيرية
أن فرقها تمكنت بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية من تقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات في السودان، بعدما تمكنت من الوصول إلى المناطق المنكوبة وسط البلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر إرسال المزيد من الشحنات خلال الأيام المقبلة. هذه كانت أخبارنا السريعة أخوي عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى فقرة الأخبار من حول العالم. وبينما أيضا تعاني المملكة العربية السعودية الشقيقة من درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، يهرب البعض إلى مدينة الضباب، وهي واحة جبلية من البرودة، حيث يلزم ارتداء الملابس الدافئة حتى في فصل الصيف، وهي تقع على ارتفاع 2800 متر فوق مستوى سطح البحر في جنوب المملكة. ويحافظ الطقس الموسمي الرطب على درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية نهارا، وتنخفض إلى 15 درجة مئوية في الليل، حيث يحجب الضباب الشمس فوق التلال الخضراء. وبسبب موجة الجفاف الاستثنائية في فرنسا، سعت الحكومة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا لتوفير في ماء الشرب. المزيد من التفاصيل نشاهد في التقرير التالي. Demain, on peut tout à fait envisager, une fois qu'on obtient les autorisations, de faire de l'irrigation agricole, du nettoyage de voiries, de l'arrosage de terrains de foot ou encore du remplissage de camions-pompiers, quoi. En France, en fait, on utilise moins de 1% de d'eau usée traitée, en fait, alors que si on regarde les pays à côté de chez nous, donc notamment l'Espagne, ils sont à peu près à 15%, l'Italie à 8%, parce que voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité, vu les épisodes de sécheresse qui s'accumulent au fil des années. وبذلك نكون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج، يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نرحب باقتراحاتكم في أي وقت. نشوفكم إن شاء الله على خير. في أمان الله. في أمان الله.